لكن القف فيها شوكولا بقلبها بيرجعوا يسخنوها شوي هلا بدوب الشوكولايات تكومونس بيان. بعرف ان اكلت حلية قبل شوي بس انا شفت هيدا ما قدرت جامبون ما قدرت بحبه كتير كتير. طب شوفوا هي وراي عم تبرم عم تنطبخ بلا شيء مثل ما هو على الطبيعة ما فيكم ما توقفوا ندمش بس هيك شايفت كامامبير كاملة مع بيكن ريحتها بتحكي عنها ريحتها مش معقول كنت دخني عم تطلع منها او ماي جول او ماي جول خبز جبنه جامبون شفتين تفاح شغله كتير مهمه سوبر مهمه. اوكي انا بقي هون حياتي انت كفى على كولونيا انا بقي هون بلاقي طاوله لاول شيء لانه حالتنا حاله. بطاطا روعة ساسج روعة في اشياء هون دايما طيبين ان كان البطاطا ان كان الوافلز ان كان البريتزلز وان كان الساسجز بيزبط طمعون very nice very nice موتاد كاتشب
جبتهم خصوصا كرمالك، جبت معي 2 كيلو بضاينه قولتك. يلي بتذكرها من سوق الاكل يلي هي سمو سموكت فيرتيكلي على الحطب، بضل لمعيته كتير حلوه جوسي من جوا. واو شو هالطعم العريقه العظيمه، كانكم صيدتوها هلا. سو فريش سموكي، طعمة الخشب حطب. اخوات بعدك عم تدوق؟ بعد ما استطعمت كفايه. لا لا جنون هيك عن جد، سبتيني بالعين، عينك فيها هيدي. يا عالم يعطيك تلك فوق إليك طبعا، يقول عم بيكل بإيديه.
pork meat. كيف ما يطبخوا هاللحمة مهمة كتير مهمة. شو الصوص؟ سويت صوص سويت اند ساور رائعة. بتفيد البصلات بس لحمة مظبوطة غير شكل. بس اللحمة بتكون قاسية وفيها تكستشر. مشغول بالي على انت بعدنا عم دوق. لا لانك منقوف. ايه ليش عينك فيهم دايما؟ لا ابدا عم دوق بس. ايه ساعتين ما دقنا البطاطا. ريحة الزيت فالفولين 10-40 اصلي. بس طعم البطاطا زيت محروق بس انه طيب الفكره. لا لانه الصوص انا فضلت بلا صوص. سنتيتيك بريميوم كواليتي. باي انتوني. حجمه ما بيبرر تقله. كيف بدنا نقول اتقل بكثير قد ما محشي مكسرات وفيه فواكه مجففه فيه رايس. نفتح. واو ما فيه نومين مزبوط كتير طيب. تشوي ناس بتعقد كرانشي ناس من برا روعة. ناوي بتعشى عن هذا الشيء مش عايز اكل شيء تاني. Very nice. كله بالألماني ما عارفهم شيء بس انه بعرفهم شيء كتير طيب. شو بده؟ دو شايفت 100% أو روكفور. صار وقت الجد. راكلات غرام بريتزل شغلة كتير مهمة ضروري واحد يكلها بألمانيا. بريتزل وراكلات مع بعضهم الخبز المدكوك داك اللي بتعلق هيك انجويبلي والراكلات مكترتها منيح فاتي سولتي تشيز. كل ماركت اكبر من تاني. ستاندات بتبلش ما بتخلص من ساحه لساحه لساحه. كل ما فوت على منطقه بقول لا اكيد هون اكبر واحد. كنت افكر انه اخن اكبر واحد بعتقد هون اكبر واحد. جنون. هلا ستاندات اغلبيتها بترجع بتعيد حالها. الاكل تقريبا هو ذاته بس مش هذا المهم. المهم الاجواء حلوه الناس مبسوطه. كتير كتير لذيذ وفي اكيد ارتيزان ستاندات صغار في اشياء ما بتشوفون الا هون. واحد بيقدر يقضي نهار كامل بكل منطقه. نحن عم نعملهم كتير بسرعه
تاخذوا هيك فكره وتحضروا حالكم للسفره اللي بعدها ان كانت هالسنه او سنه الجايه.